Control, Alrumela replying, sir. Alrumela, next call before dropping anchor at Alpha Anchorage. حياكم الله مشاهدي الكرام في نبض الاقتصاد. هي واحدة من أهم المنشآت اللوجستية في الدولة والتي تدعم اقتصاد الدولة بشكل مباشر. ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بالأسواق العالمية ويقدم خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم. الله اخونا مروان مهندس نبيل، يا مرحبا بك. يا مرحبتين، حياك الله. شكرا جزيلا على تلبيه دعوتنا اليوم في تلفزيون قطر لهذا اللقاء الهام حول اخر مستجدات ميناء حمد. حياك الله وشرفونا، وان شاء الله تكون زياره مثمره وتشوفون معالم ما شفتوها من قبل ان شاء الله. باذن الله. حياكم الله. هناك العديد من المنشآت تم افتتاحها منذ آخر زيارة. كانت كثير من المنشآت، المرافق، التسهيلات اللي صارت في مشروع ميناء حمد، راح تشوفون شيء فعلا مثمر ويبهر الجميع. تشرف. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إجراءات السلامة أكيد في البداية بتكون زيارتنا إن شاء الله بإذن الله. راح نتوجه للبوابة الرئيسية. طبعاً هاي المنطقة اللي احنا فيها حالياً اسمها المنطقة الإدارية، تم إنشائها خارج حرم الميناء وذلك لسهولة الزوار، سهولة المراجعين، تكون بعيدة عن العملية التشغيلية وذلك لسهولة جميع الإجراءات. المنطقة الإدارية فيها جميع الجهات اللي موجودة، مواني قطر، المبنى الرئيسي، والإضافة إلى هيئة العمل الجمارك ووزارة الداخلية وباقي الجهات اللي متعلقة بالعمليات التشغيلية. نتوكل على الله. الله. بسم الله. بسم الله. هذا مركز الزوار، مركز فريد من نوعه في عالم الموانئ. العادة تعرف ما تعرفون الموانئ هي عمليات تشغيلية، بضائع داشة طالعة. هني إحنا اختلفت الفكرة أن نسوي شيء تعليمي تثقيفي يعكس الأسطورة والإنجاز اللي صار في ميناء حمد من بداية إنشائه للعمليات التشغيلية. إن شاء الله في نهاية الزيارة بنمر وبنشوف بشكل مفصل من داخل المبنى بتفاصيله، بمعالمه، كل الأحداث اللي مرت على ميناء حمد. الجهات هذه اللي موجودة في معانا شغالين في ميناء طبعاً حمد. المرافق كلها متكاملة اليوم، نتحدث عن من ناحية الدفاع المدني، من ناحية المبنى الخاص بهم، مركز زوار ميناء حمد كوجهة ترفيهية وتثقيفية حتى. تثقيفية وتعليمية. المباني الإدارية، الهيئة العامة للجمارك بمبانيها أيضا، وزارة الداخلية، كله جاهز. اليوم احنا وضعنا في ميناء حمد اكتمل عمليات المشروع ميناء حمد 100%، ووزارة المواصلات بشكل عام تم تثبيت هذا الحدث أن اكتمل مشروع ميناء حمد 100%، ما عدا مرفق اللي هو الأمن الغذائي وإن شاء الله بعد بنمر عليه وبنشوفه. بس أما أي شيء يتعلق بميناء حمد كعمليات إنشائية أو خاصة بالبنية التحتية أو السوبر ستراكشر أو الأرصفة أو المباني تم اكتمالها 100%. مهندس نبيل، ما أولى محطاتنا
محطة البضائع؟ محطة البضائع العامة. نعم، هذه أول محطة لنا داخل ميناء حمد اليوم. محطة الطاقة الاستيعابية لها 7 مليون طن. 7 مليون تعكس أي بضائع موجودة للدولة تجيب، بخصوص اللي هي نفس اللوز أو البلك. ميزة المحطة هذه طول رصيف 1200 متر. 1200 متر يستقبل جميع أنواع السفن بكافة الأحجام بدون أي قيود، وهذا اللهم لك الحمد. إحنا اليوم ما عندنا أي ريكوست جانا في ميناء حمد وتم رفض دخول السفينة، بحكم أن عندك بنية تحتية قوية، حوض ميناء كبير، أرصفة متطورة، دخول ذكي، كل المرافق اللي موجودة في الميناء تدعم دخول جميع أنواع السفن بكافة الأحجام ومختلف أنواع البضائع اللي هو تدخل للميناء. ننزل ونكمل حديثنا بإذن الله. شكرا. صحيح أخوي مروان، مثل ما أنت قلت، الدول مو بس الموانئ، حتى الدول دائما تعتمد باعتماد كبير على نظام المواصلات اللي موجود فيها، سواء كان بحري أو جوي أو بري. وزارة المواصلات يوم خذ القرار أنه يكون في منشأة موجودة بهالحجم هذا لها أسباب كثيرة، دخول كافة أنواع السفن، تغطية الدولة بشكل مستمر عن عملية التوريد، سلاسل التوريد والإمداد لأي بضاعة تجي للدولة بدون أي قيود، وفعلا هذا انعكس اليوم في ميناء حمد. عندنا هنا في ميناء حمد حوض كبير جدا يستقبل كافة أنواع السفن مختلفة أحجامها. حوض ميناء تتكلم أنت على طول الأرصفة 8.5 كيلومتر، يعني طول تتكلم أرصفة بحجم كبير جدا رهيب. محطة البضائع العامة هذه احنا اليوم فيها 1200 متر طول الرصيف، يعني ما عندنا أي مشكلة في دخول كافة أنواع السفن. الشيء الثاني عرض الحوض تتكلم على عرض 700 متر، يعني السفن قاعد تدخل الميناء وهي مرتاحة جدا، وعملياتها الصف على الرصيف، رسوها على الرصيف السفينة بدون أي، بكل سهولة بدون أي عقبات. بالإضافة إلى عندك أنت أصلاً أرصفة متطورة جداً مع نظام استقبال اللي هي مسددات المطاطية، هذه اللي هي نظام الفندر إحنا نسميه، يكون يحافظ على سلامة السفن. يعني إحنا مو بس قاعدين نحافظ بس على سلامة الأرصفة ونحافظ على سلامة البضائع، لا، إحنا بعد يكون لنا دور نحافظ على سلامة السفن اللي ترسو في الميناء، وهذا فعلاً انعكس. عشان كذا السفن قاعد تدخل كل أريحية وبدون أي عقبات. المخازن اللي موجودة أنت قاعد تشوفها، المخازنات اللي قدامك، مثل ما قلت لك إنه توفر بيئة آمنة اللي هي البضائع محتاجة تكون داخل المخازن وما تكون إكسبوز أو مكشوفة في الهواء. عندنا هني في المحطة هذه تتمتع بعد 3 رافعات عملاقة جدا من شركات العملاقة في بناء النوع هذا من الرافعات، شركة ليبهر، قاعدين نستخدمها في حال إن البضائع محتاجة دعم من الميناء. اليوم مهندس، إلى أي مدى فعلا نحن زرنا هذا الميناء خلال طبعا 3 أعوام ماضية، واليوم واضح التغيير من ناحية المنشآت التي أضيفت وتم بناؤها وتم تحديثها، واضح جدا التطور الذي شهده ميناء حمد خلال هذه السنوات منذ افتتاحه، ونحن نشهد كل يوم شيء جديد في الميناء، سواء على مستوى عمليات المناولة، سواء على مستوى الخدمات المقدمة وهكذا. اليوم كتصنيف للميناء، كحجم استقبال للسفن، ارتفاع هائل في أعداد السفن اليوم وعمليات المناولة، صحيح؟ نعم صحيح. احنا عندنا كل سنة الرقم يختلف عن السنة اللي قبلها بازدياد، وازدياد ملحوظ جدا. هذا خلانا في السنين اللي فاتت ان يكون في قرار من وزارة المواصلات تطوير محطة الحاويات رقم 2. ليش؟ لان عدد السفن قاعد يزيد، البضاعة قاعد تزيد، اذا محتاج انت تتطور مع
متطلبات السوق او المتطلبات العالميه. الميناء مثل ما انت شفته من السنين اللي فاتت التطورات اللي فيه ملحوظه جدا، وفي نفس الوقت احنا قاعدين نحافظ على الاسد او الاصول اللي موجوده اللي هي كانت من بدايه المشروع. المشروع مثل ما تكلمنا الحين قبل شوي، انت شايف صار تقريبا من 2016، احنا اليوم 2024، 8 سنين بس قاعد تشوف الاصول اللي موجوده كانها براند نيو. صحيح. هني دور مهم كان جدا ان وزاره المواصلات شلون تعكس ان المحافظ على الاصول، وفعلا تم تحقيقه بنجاح ملفت للنظر. مثل ما انت شايف الاصول الموجوده كانها براند نيو، مو كانها عمرها صار لها 8 سنين. من الواضح ايضا اليوم هذا الميناء يفتح الوجهات ويفتح قطر على العالم من ناحيه عدد الموانئ. تحدث اليوم عن 100 ميناء، يربط قطر هذا الميناء ب 100 وجهه، فبالتالي انظر الى الوجهات التي تم افتتاحها والتي بدات سفن هذه الدول ايضا تاتي الى 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 قطر، وبالتالي اليوم ارتفاع ايضا كبير في اعداد السفن. لو نسلط الضوء على هذا اعداد السفن، احنا الحين مثلا السنه اللي فاتت كان اعداد السفن عندنا 1650 سفينه، كان السنه اللي فاتت. السنه ذي احنا متوقعين نكسر حاجز ال 2000. احنا الحين في الربع الاخير، ولحد الحين احنا وصلنا تقريبا 1100، واحنا في الربع الاخير. الربع الاخير احنا متوقعين تكون في حدود ال 500 سفينه تكون موجوده، يعني في الحاله كسرنا حاجز ال 2000. دخول السفن وخروجها دائما الشركات العالميه، مثل ما انت تفضلت ان في احنا 100 وجهه عالميه، 28 خط ملاحي اليوم يخدم ميناء حمد بشكل مباشر وغير مباشر. هذا يعكس على النمو الاقتصادي اللي موجود في الدوله. انت هني لما تيجي تكون خطوط ملاحيه موجوده على كل مكان في العالم، الدول مرتبطه بشكل مباشر مع ميناء حمد، يسهل للتاجر ويسهل لشركات الشحن بحيث ان توصل للميناء بسهوله وبدون اي ما يكون عقبات لتاخير وصول البضائع للمستخدم النهائي، لان انت عندك بنيه تحتيه متطوره جدا. صحيح. وخط مباشر. في نفس الوقت العامل الزمني، انت اليوم مثلا نتكلم احنا مثلا خلينا نقول اذا رجعنا في التاريخ شويه ورا قبل 15 او 20 سنه، كانت البضائع مثلا اذا تجي من اوروبا او تجي من امريكا تاخذ فتره زمنيه معينه. اليوم هذه الفتره الزمنيه احنا اقل من النص. هذا الشيء يعكس النمو الاقتصادي اللي موجود عندنا في الدوله، في نفس الوقت يقلل التكلفه على المستخدم لان الفتره الزمنيه قلت، وانت عارف هذا الشيء، كل ما زادت المسافه كل ما زادت التكلفه، كل ما قلت المسافه قلت التكلفه، وفعلا انعكسنا في ميناء حمد. عشان كذا البضاعه قاعده توصل اليوم اسرع وبشكل مباشر للمستخدم النهائي، وفي نفس الوقت تكلفه اقل. هذا اللي موجود اليوم عندنا في ميناء حمد. مرافق عديده مهندس نبيل، نذهب الى محطات استقبال السيارات موجوده، حتشوفها محطه مستقله تختلف عن محطه البضاعه العامه. تفضل. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام الى محطه اخرى داخل ميناء حمد. مثل ما انت شايف حوض الميناء، حوض كبير جدا يسع كل انواع السفن مختلف احجامها. شوف احنا مساعي يمكن على الرصيف، تشوف السفينه يعني مو بذاك الحجم الكبير، بس تشوف الحين واحنا كلوز من السفينه شلون وضعها في البحر. والمواقف كم تصل طول الموقف هذا؟ هو طوله بالرصيف، احنا طول الرصيف عندنا ارصفه، مثلا محطه البضائع العامه 1200، محطه الحاويات رقم 1 1200، محطه حوالي 2 1200، عندنا محطه سفن السيارات 800 متر، يعني احجام مختلفه بحيث انه يلبي انواع السفن عند رسوها. تشوف انت الحين احنا هني في محطه البضائع العامه سفينتين واقفين وللحين في مكان. صحيح. وللحين في مكان حتى بعد ورا. هذا يعكس حجم الميناء وطول الارصفه اللي فيه بحيث انه يستقبل كافه انواع السفن. احنا هني في حوض الميناء اللي هو
طول 4.5 كيلومتر بعرض 700 متر، منطقة دوران السفن 800 متر. منطقة دوران السفن منطقة مهمة جدا لدخول السفن وخروجها، بحيث أن تعدل اتجاهها إذا كان دخول أو كان خروج. برج المراقبة موجود هنا على يمين دخول السفن، اللي يتحكم بدخول السفن وخروجها. حتى هذه السفن التي نحن عليها الآن، وهي في مهمات الإنقاذ، في مهمات الطوارئ، حدثنا عن هذا العنصر الهام أيضا داخل ميناء حمد، من ناحية تقديم الخدمات للجميع، السفن بكافة القطر، من ناحية توجيه السفن للدخول والخروج من الميناء لا سمح الله في أي حالة طوارئ حصلت. ميناء حمد يتمتع بوجود تاك بوتس، ذل القاطرات تم صناعتها في قطر ذات مواصفات عالية جدا بالتعاون مع شركة دامن الهولندية، بالإضافة إلى البايلوت بوت بعد تم صناعته في دولة قطر. النوع هذا من القاطرات قوة 85 طن، قوة رهيبة جدا، يساعد بدخول السفن وخروجها بدون أي معوقات، بالإضافة إلى أنه يحافظ على موقع السفينة جنب الرصيف في حال استدعى الأمر، بالإضافة إلى مهمات الإنقاذ ومكافحة الحريق. السفن تتمتع في نظام FIFI-1، وهو من أعلى المقاييس لإطفاء الحريق، وكذلك يتمتع بسهولة دوران السفينة أو القاطرة في مكان 360 درجة بكل سلاسة. احنا هنا قريبين جدا من، احنا ننتهي من محطة البضائع العامة، ندش على محطة السيارات، قدامنا محطة الأمن الغذائي، محطة الحاويات رقم 1، محطة الحاويات رقم 2. انت شوف نشوف يعني المحطات أعداد مهولة تلبي متطلبات السفن. احنا هذه المحطات لما تم دراسه، تم يعني قبل الانشاء وقبل التصميم دراستها بشكل مفصل دقيق جدا، بحيث انه يعطي كل سفينه رصيف مخصص لها. ما تتم عمليه مثل خلينا نقول في بعض الاماكن بطريقه غير نظاميه، لا، احنا هني بطريقه مهمه جدا. الحجم هذا من الميناء اللي هو قاعد يلبي دخول السفن بضائع. البعد البيئي كما نشاهد مهندس نبيل روعي بشكل دقيق قبل وعند ايضا بدء عمليات انشاء الميناء، حفاظا على البيئه داخل المياه البحريه التي يقع عليها. البيئه كانت رقم 1 في وقت عمليات تصميم الميناء. طبعا احنا الميناء يختلف عن باقي الموانئ العالم، على فكره ميناء حمد هو اليوم يعتبر مدرسه في صناعه الموانئ في العالم. ليش؟ لأنه تم إنشاء على أرض اليابسة. العادة دائما الموانئ تنشأ على في البحر، إحنا تم على أرض يابسة. تم حفر الحوض على الأرض، وبعد الانتهاء من حفر الحوض تم غمر الحوض بالمياه. طبعا منقول تم حفر الحوض على الأرض، تم مراعاة النظام البيئي اللي موجود هنا. كل الأحياء البحرية اللي كانت موجودة، اللي هي من المنغروف، شجر القرم، والأحياء البحرية الثانية، تم نقلها إلى منطقة مجاورة إلى ميناء حمد، وكانت نسبة النجاح خلال عملية النقل 95%، ونسبة أحيائها مرة ثانية وصلنا تقريبا قريب فوق قريب من 100%. هذا الشيء مهم جدا كانت في الحفاظ على البيئة البحرية. احنا اليوم ميناء حمد يعتبر من أحد الموانئ اللي في العالم تهتم جدا في البيئة. النظام البيئي كان منذ البداية هو رقم 1، الحفاظ على البيئة البحرية اللي كانت موجودة والأحياء البحرية اللي كانت موجودة قبل إنشاء الميناء، تم نقلها 100% إلى منطقة مجاورة إلى ميناء حمد. نسبة النقل كانت ناجحة، مستوى 95%، ونسبة ممتازة جدا في أعلى مقاييس النظام البحري لنقل الأحياء البحرية. بعد نقلها إلى المنطقة المجاورة للميناء، تم الاعتناء بها بحيث أن تنشط مرة ثانية وتعيد دورة حياتها، والحمد لله كانت ناجحة 100%. وإحنا المنطقة المجاورة للميناء حمد اليوم لو نروح نشوف هناك منطقة بيئية من الدرجة الأولى كأحياء بحرية موجودة هناك، من أشجار المنغروف والأحياء البحرية، الأسماك اللي تربت في تلك المنطقة. أيضا من الواضح مهندس نبيل أنه
تقسيمات الموانئ داخل ميناء حمد، انه هذا الميناء مخصص للسيارات والميناء هناك مخصص لتفريغ الحبوب، وايضا هناك ميناء ثالث كما نشاهد لتفريغ بضائع. نعم. اكثر من ميناء محطات. المحطات مهمة جدا، تعطي استغلالية للمحطات، تعطي سلاسة في عمليات المناولة، سلاسة تكون عندك في عمليات التوريد والتوريد والتصدير إذا خارج الدولة، إذا بغيت في حالة إعادة التصدير. الاستقلالية هذه مهمة جدا، بحيث أنك تعرف أنت اليوم كل بضاعة وين موجودة وفي أي مكان، كموقع وفي نفس الوقت محطة. التنوع هذا كان دراسته من البداية. صحيح. وزارة المواصلات كانت دقيقة جدا بخصوص الموضوع هذا، بحيث أن تكون تعطي استقلالية تامة للمحطات، ما تكون بطريقة مثل اللي هي كانت مثل موجودة إحنا عندنا في ميناء الدوحة أو كانت في بعض الموانئ الثانية. هذا الشيء وفعلا أدى إلى نجاح اليوم الميناء ككفاءة تشغيلية 100%. أنت مثل ما أنت شفت اليوم إحنا في الميناء السفن أعداد الموجودة قليل، مع أن البضاعة اللي موجودة على الأرصفة الموجودة في الساحات أعداد كبيرة. هذا يعكس عملية استقلالية المحطة. إلى أي مدى، هنا سؤال مهم، خدم القطاعات الاقتصادية مهندس نبيل بكل ما يحتويها، من محطات للأمن الغذائي سنذهب إليها، من محطات لتفريغ البضائع سريعة، من محطات للمناولة بأسرع وأحدث تكنولوجيا في الموانئ، لأي مدى خدم الاقتصاد القطري ميناء حمد اليوم حسب ما ترى من تنوع سواء للشركات لخدمات للحكومة نفسها أيضا للشركات الأجنبية؟ مثل ما أنت عارف رؤية قطر ل2030 اللي هو يكون في تنوع اقتصادي موجود في الدولة ما يعتمد على النفط والغاز، وميناء حمد كان أحد هذه الركائز الأساسية في نجاح التنوع الاقتصادي. اليوم نتكلم على ميناء بهذا المواصفات، بهذه المعايير التشغيلية، بهذه الكفاءة اللي أدت إلى ثقة الشركات العالمية كسفن عالمية أن تجي للميناء بكل سلاسة وبدون أي معوقات، عكس بشكل إيجابي 100% على التنوع الاقتصادي القطري. يعني إحنا اليوم نعتبر ميناء حمد هو أحد الموارد الموجودة في الدولة اللي فيها إنكم، فيها مدخول. يعني هذا أدى إلى نجاح المنظومة أو الركائز اللي بنت على رؤية قطر 2030 اللي هي التنوع الاقتصادي، وفعلا تم ملامسته على أرض الواقع بالإنكم اللي قاعد يجي من ميناء، وهو بشكل بصراحة ممتاز جدا، أعلى من التوقعات اللي كانت مخطط لها. أنت أيضا قمت بزيارة بالتأكيد للعديد من الموانئ العالمية الرئيسية. صحيح. تحديدا آسيا نتحدث هنا، الصين، في تايوان، في أوروبا. نعم. أين ممكن أن نضع أنفسنا مقارنة بأهم الموانئ العالمية اليوم؟ أنا إذا تكلمت على الموانئ الثانية وتكلمت على الميناء ميناء حمد، ممكن في بعض الناس يقولون أنت متحيز للميناء. أنا أعكس لك الرسائل اللي قاعد تجينا من الزوار اللي يجون ميناء حمد بمختلف الدول العالم، وبشكل موثوق موجود عندنا اليوم. الكل قاعد يقول أنتوا سويتوا مدرسة في صناعة موانئ ما صارت من قبل. هذا الشيء الحمد لله رب العالمين ما جاء من فراغ، جاء من دراسة، جاء من تعب، جاء من مجهود، جاء من تعاون كل الجهات، جاء من ترابط بين كل الجهات. احنا اليوم ميناء حمد مثل ما انت قاعد تعرف البنك الدولي هو اللي قاعد يقول ان موانئ حمد من اكثر الموانئ الموجوده في العالم. زين هذا البنك الدولي، زين نتكلم حتى على جهات ثانيه موجوده. احنا اليوم التعاون اللي قاعد يصير بين ميناء حمد وبين القطاعات الثانيه، يعني مثلا احنا الاسبوع اللي فات شفت توقيع مذكره تفاهم مع منطقه الحره. صح. زين هذا الشيء شنو راح يدعم؟ هذا راح يدعم الاقتصاد، بحيث ان الشركات العالميه اللي راح تجي هني في المنطقه الحره تبتدي تصنع اي مواد او اي معدات وترغب في تصديرها الى خارج الدوله، ميناء حمد راح يلبي هذا الشيء. والميزه اللي موجوده عندنا احنا بالتعاون المستمر بيننا وبين القطاعات الثانيه اللي هي قرب المسافه. انت اليوم تروح اماني ثانيه مناطق الحره بعيده، احنا هني انت شايف شارع واحد اللي هو يفصلنا عن المنطقه الاقتصاديه، المنطقه الاقتصاديه الحره.
هنا مشاهدي الكرام تبدأ رحلة البضائع والسلع التي تدخل إلى دولة قطر. خدمات كبيرة قدمها ميناء حمد للقطاع الخاص القطري لتعظيم أعماله. إذا مشاهدي الكرام، ميناء حمد يشكل مصدر خدمات كبيرة يقدمها للقطاع الخاص القطري عبر جميع السلع والمواد المنقولة من خارج قطر إلى قطر، والتي يكون مكانها هنا، المحطة الأولى تكون هنا في ميناء حمد. ونحن اليوم في مواقف السيارات التي وصلت حديثا إلى دولة قطر، وهذا لم يكن موجود هذا المرفق مهندس نبيل من قبل 3 سنوات تحدث. لا، المحطة كانت موجودة. المحطة من بداية ما بدينا التشغيل الكامل لميناء حمد، المحطة كانت موجودة، بس اليوم كانت قاعدة تتمتع في مميزات إضافية المحطة هذه. يعني مثل ما أنت شايف اليوم عدد السيارات اللي موجود بشكل كبير. المحطة الطاقة الاستيعابية لها تم تصميمها على أن تستوعب 500,000 سيارة في السنة، ولحد الحين الحمد لله هذا الرقم within the limit ان احنا في العملية التشغيلية قاعدين نسيطر عليه. مختلف البراندات، الشركات العالمية قاعدة تجيب عن طريق ميناء حمد، تجي لهنا السفن، يتم نزول السيارات من السفينة، بعدين تروح للشركات اللي هي موجودة داخل الدولة. بالإضافة إلى أن هاي المحطة بعد عندها القدرة وقاعدين نستخدمها بإعادة التصدير، بالذات لما تكون السفن اللي قاعد تجي للميناء حمد اللي شوفها الأعداد المهولة من السيارات، السفن كبيرة عملاقة جدا، في بعض الموانئ اللي موجودة في المنطقة ما عندها الاستطاعة أن تستقبل هذا النوع من السفن. اللي قاعد يصير تجي هذه السفن، يتم تفريغ السيارات هنا، وبعدها يتم إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، إلى الموانئ المجاورة والموانئ اللي قاصدتها أصلاً هذه السيارات. مثل ما أنت شايف كبيرة جداً من الـ من الـ من السيارات، من السيارات كما نعم. نتابع وكله مهيأ ما شاء الله، يعني شاء الله. الخدمات تشوف الترقيم اللي موجود. صحيح. على كل رقم له مقياس معين يعكسه في نظام التشغيل للميناء. يعني اليوم لو رحنا على نظام تشغيل الميناء قلنا رقم 25 في محطة السيارات، شو يعني؟ راح على طول يطلع لك السيارة هذه، السيارة هذه، السيارة، عدد السيارات اللي موجود في السلوت هذا. نظام دقيق جدا اللي موجود في الميناء يعكس سلاسة العمليات التشغيلة في الميناء. في الميناء السابق كان طبعا لا يتم استيعاب كل هذا الحجم أكيد لجميع الشركات. أكيد أخوي مروان، فرق كبير، فرق يعني حتى ما بقول لك فرق، ما في مقارنة بين قدرة ميناء حمد والبنية التحتية اللي موجود في ميناء حمد مقارنة بالميناء السابق. بس مثل ما يقولون لكل زمن الرجالة، ميناء الدوحة بعد يعني اللهم لك الحمد يعني كان أدى الغرض المطلوب منه، ويؤدي دور آخر الآن في بالضبط. والحين وزارة المواصلات ابتدت سوت إعادة تهيئة ميناء الدوحة بحيث إنه يستقبل سفن السياحة، والحمد لله في السنين اللي فاتت نجح بمقياس كبير استقبال كل السفن السياحية. احنا الحين في محطة اسمها محطة الوحدات البحرية، وبرج المراقبة موجود داخل المحطة هذه. بنطلع الدور اللي فوق غرفة القيادة، راح نشوف العمليات دخول السفن، الخروج، التصاريح، شلون دخول السفن، الأوقات المعينة في دخول السفن، بالإضافة إلى المراقبة البحرية اللي في منطقة ميناء حمد والمناطق المجاورة لميناء حمد. إذن مشاهدي الكرام، في واحدة من أهم المنشآت هنا في ميناء حمد، برج المراقبة الذي يدير
كل العمليات البحرية في ميناء حمد. تحدثنا عن أهمية هذه المنشأة أولاً مهندس نبيل. برج المرقب يعتبر معلم من معالم ميناء حمد، يمتاز بطول بارتفاع 110 متر، وهو يعتبر من أحد أرفع مثلاً نقول ارتفاع الأبراج اللي في العالم. بالإضافة أنه عمليات البحرية كلها تتم عن طريق البرج هذا، اللي هي دخول السفن، خروج السفن، الأذونات، التصاريح، البيرمت، بالإضافة إلى مساعدة السبورت العمليات البحرية اللي خارج حدود الميناء، سواء كانت المنطقة البحرية اللي في منطقة مسعيد أو حتى منطقة دوحة، كل ما يتم التنسيق عن طريق برج المرقب في ميناء حمد. عند القدرة برج ميناء حمد أن الرينج الرادار ماله يوصل لميناء الدوحة، عشان كذا التغطية حتى ميناء الدوحة قاعد تتم عن طريق برج ميناء حمد من هنا. التكنولوجيا حتى المستخدمة فيه أحدث تكنولوجيا من ناحية المراقبة والرصد. بالضبط، الأدوات والأجهزة اللي مستخدمة في ميناء حمد وبرج المراقبة بالتحديد من أعلى المعايير اللي موجودة. تم التنسيق مع شركات عالمية بحيث أنها تعطي تقنية دقيقة جداً بدخول خروج السفينة، الأماكن، تحديد أماكن السفينة بالضبط وين بتكون عن طريق الرادارات المستخدمة في برج المراقبة. هني قاعد تشوف شاشات مختلفة، تحكم القناة الملاحية لميناء حمد بطول 20 كيلومتر، القناة البحرية، من مجرد قبل دخول السفينة للقناة الملاحية يتم التنسيق من هني مثل ما أنت قاعد تسمع، يطلبون الإذن. طبعاً هني هو يتشيك عنده على كسيستم هل هو فعلاً عنده صلاحية أو مسموح للدخول في الوقت هذا. إذا السفينة أوكي مسموح لها الدخول يعطي بيرميشن. لما يجي يعطي بيرميشن هني حتكون في عمليات مساعدة لدخول السفن اللي هي القاطرات البحرية اللي احنا شفناها اليوم ركبناها الصبح، بالإضافة إلى المرشد البحري. المرشد البحري حيكون موجود على السفينة بحيث أنه يكون معاها من بداية دخولها لوقوف على رصيف الميناء. كل الكلام قاعد أقوله عن هذا الكلام ستاندرد عالمي مطبق في كل موانئ العالم، وإحنا ملتزمين فيه حسب المنظمة البحرية الدولية، ملتزمين فيه 100% وقاعد نطبقه بحذافيره. بس الملاحظ أنه في أغلب الموانئ العالمية ليس فيها تور أو أبراج بهذا الشكل. نعم صحيح، قلت لك في البداية برج المراقبة في ميناء حمد يعتبر معلم من معالم ميناء حمد، هو لاند مارك ترى فعلا ميناء حمد. يعني معظم السفن البحرية اللي قاعد تمر من هني نادر ما تحصل إذا واحد ما ياخذ صورة، الكل يعني صور برج ميناء حمد موجودة في كل مكان على كل المواقع، كل السفن البحرية اللي قاعد تدخل قاعد تاخذ صورة وتحطها عندهم في الويب سايت. المعلم هذا فيه له مميزات كثيرة، يعني هو مش بس معلم سوينا كانت الفكرة، يعني لا، انه يكون الفيجن مالت النظرة تكون إلى أبعد مستوى. إذا رحنا من الصوب الثاني بتشوف القناة البحرية، القناة الملاحية تشوفها بشكل كامل من برج المراقبة. أما لو كان برج الارتفاع ماله يكون أقل أو كذا ما راح يعطيك الرؤية اللي أنت تطمح لها أو قاعد تفكر فيها. بالإضافة إلى أنه من هني قاعد تشوف مش عمليات الدخول السفن خروجها، لا، أنت قاعد تشوف حتى العمليات التشغيلية، ومن هني بتشوفهم بشكل واضح، بتشوف العمليات المحطات مختلفة، سواء محطة الحاويات، محطة البضاعة العامة، محطة السيارات، كلها قاعد تبين من هني. عشان كذا البرج مميز في شكله، في وجوده، في نفس الوقت الفانكشنز اللي قاعد يقدمها، الوظائف اللي قاعد يقدمها البرج. يضم ميناء حمد مركز زوار ميناء حمد ذو التصميم الفريد والذي يحتوي على التاريخ البحري والإنجازات التي حققتها دولة قطر، كما يضم المركز أيضاً متحفاً بحرياً وأجهزة محاكاة افتراضية وقاعة للفعاليات، بالإضافة إلى حوض مائي للأحياء البحرية، هو الأول من نوعه في دولة قطر. بشاير، لو تعطينا أولا فكرة تعريفية عن مركز زوار ميناء حمد. أولا مركز زوار ميناء حمد إحنا أو موجود لأهداف معينة، وطبعا الهدف منه هو تثقيفي وتعليمي وترفيهي في نفس الوقت.
على أساس أن الأجيال الحالية والقادمة تعرف أكثر عن سير العمليات في ميناء حمد. وطبعاً المتحف يضم عدة أقسام، منها الطواشة والتطور الملاحة وخرائط متعددة تشرح لك عن الخطوط الملاحية وسفن الداو أو اللي كانوا يستخدمونها قديماً وفي منها لين اليوم يستخدمونها، وعندنا أجهزة محاكاة طبعاً بعد تشرح للزائر سير العمليات في ميناء حمد. أختي بشاير، كيف بتشوفي اليوم موضوع الإقبال من قبل السياح، من قبل المقيمين، من قبل المواطنين على هذا المركز المهم الذي يحاكي يعني تاريخ قطر البحري؟ طبعاً إحنا هني في مركز زوار ميناء حمد مع ابتداء المدارس أكيد بشكل يومي قاعد نستقبل مدارس ويجون زوار كثير خلال العطلة الأسبوعية خلال أيام الأسبوع. وأكيد الحين يعني إذا تغير الجو وبرد شوي راح يزيد عدد القادمين والزوار، عدد الزوار إن شاء الله. فمن المتوقع أن الأعداد تكون في ازدياد الفترة القادمة. واليوم يعني حتى من الملاحظ يعني وجود مرافق حيوية داخل المركز الزوار، مثل ما نشوف مطاعم. حدثينا عن محتويات المركز وما يقدمه من خدمات للجمهور. أوكي. هو المركز يضم عدة مرافق، منها المتحف البحري، وفي عندنا اللي هو الفور دي سينما، وعندنا الأكواريوم، وعندنا بعد قاعة محاضرات، وعندنا الكافيتيريا ومنطقة الألعاب الخارجية للأطفال. نعم، والأكواريوم ربما هو يعني أهم مرفق هنا، صحيح؟ أي، والتركيز عليه دائما يكون في المركز. مشاهدي الكرام، نذهب وإياكم مرة أخرى لاستطلاع واستكشاف أهم ما يحتويه مركز زوار ميناء حمد إلى الأكواريوم، ولنا عودة، ابقوا معنا. احنا وصلنا الحين حوض الاسماك الموجود في مركز زوار ميناء حمد. طبعا قبل لا يتم نقل الاسماك للاحواض يتم حجرها 21 يوم تاكد من صحتها، وعلى اساس ان تتدرب على طريقه التغذيه الصحيحه وما يهجمون على بعض، وتتاقلم على جو الحوض او الاكواريوم. واضح بأنه كلها، وكما سمعنا أنه كل الأسماك الموجودة هنا من البيئة البحرية القطرية، صح؟ نعم، الأسماك الموجودة تمثل البيئة البحرية القطرية. طيب، وهذا أيضا يعني مركز تعريفي حتى بالنسبة للزوار، وكما ذكرتي قبل قليل أنه يعني طلاب المدارس يقومون بزيارة هذا الحوض وهذا المركز، ويتم التعريف أيضا لهم بأنواع هذه الأسماك من البيئة القطرية. نعم. طبعا احنا عندنا تقريبا 80 نوع من الأنواع اللي موجودة من أنواع الأسماك الموجودة في المياه القطرية. المياه القطرية، وعندنا حول 4700 سمكة موجودة في الأحواض، والأكواريوم يضم 17 حوض، وكل حوض يمثل أو يوضح بيئة معينة من البيئة البحرية القطرية. طبعاً خلال الجولة راح تكون في شاشات من خلالها يقدر الزائر يتعرف على أنواع الأسماك وأكثر تفاصيل ومعلومات عن كل نوع من أنواع الأسماك الموجودة في الأحواض. وطبعاً حتى كل شيء مشروح، يعني كما هي المتاحف كما نتابع، يعني حتى أنواع الأسماك
متعوب على الموضوع من ناحية الشرح الوافي عن كل سمكة موجودة في المياه البحرية القطرية. بشاير الكواري مسؤولة مركز وارميناء حمد، نشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة وهذه المعلومات، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أنا أشكركم على وجودكم، تشرفت فيكم وفريق العمل، وإن شاء الله نشوفكم مرة ثانية. شكرا جزيلا. أسست مشاهدي الكرام دولة قطر خلال السنوات الماضية منظومة للتخزين الاستراتيجي للعديد من المواد التي نستهلكها بشكل يومي. من خلفي هنا صوامع الحبوب، ومن أمامي وسنشاهدها لاحقا ما أماكن تخزين الزيوت، وهذه طبعا استراتيجية لضمان أن يكون كل شيء موجود داخل الدولة دون ما انقطاع في طوال أيام العام. تحدثنا عن منظومة الأمن الغذائي التي يلعبها ميناء حمد مهندس نبيل في هذا الإطار. في قرار صار في 2017 بحيث أنك تولى وزارة المواصلات إنشاء محطة تتعلق بالأمن الغذائي، وتم اتخاذ القرار أن تكون المحطة اللي احنا فيها حاليا هي محطة الأمن الغذائي. وبعد دراسات طويلة ومستمدة والتواصل مع الشركاء المعنيين بهذه الوظيفة أو بهذا القطاع من الأعمال، تم التوصل إلى إنشاء محطة تضمن ثلاث منتجات أساسية اللي هي الرز والزيوت والسكر، الطاقات الشعبية مختلفة. بس كان في شرطين أساسيين لمنظومة الأمن الاستراتيجي، ألا وهي المدة الزمنية تكون سنتين، والأعداد السكان 3 مليون نسمة. إحنا الحين حالياً في محطة أمن غذائي تكفي لثلاثة مليون نسمة لمدة سنتين، واللهم لك الحمد تم تحقيق هذا الشرط بكفاءة عالية. جميل. عملية اليوم التشغيل، متى من المتوقع أن يتم تشغيل هذه الصوامع بالنسبة للتخزين وحتى بالنسبة للزيوت؟ إحنا مثل ما يقولون القريب العاجل جدا، مثل ما انت شايف الكونستراكشن تقريبا انتهى، ما في شيء قاعد تشوفه حواليك واحنا قاعدين نمشي الا اللهم اللي هي مثل ما يقولون المراحل الاختبار النهائيه للتيستنج كوميشن اللي قاعد يصير بشكل داخلي. المشغل النهائي اللي موجود حاليا لوزاره التجاره والصناعه متولين الموضوع ذي، اطرحوا مناقصه، انطلاق المناقصه في القريب العاجل حيكون في شهر 3. طبعا بعدها في بروسيس معين بيصير اللي هي لغايه الترسيه، يعني احنا قاعدين نتكلم على اشهر قليله جدا ان حيكون المحطه دي على جاهزه للتشغيل، وفي نفس الوقت جاهزه للاستخدام من جميع الاطراف اللي مهتمين بهذا النظام. وسيتم استقطاب طبعا من اسواق عالميه هذا الامر، ان تاتي بالسكر، بتاتي بالارز، بالزيوت ايضا، ويتم تخزينها لاقصى مدة وهي سنتين. نعم، يعني يكون موجود لدينا هذه الكميات. تم الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأساسية لهذا النوع من المنتجات. يعني إحنا الحين لما نتكلم على الرز نتكلم لمدة سنتين 3 مليون نسبة. إحنا الحين أنشأنا صوامع عدد 51 صوامع رز تكفي 300,000 طن. 300,000 طن هذه بالإضافة إلى موجود 60,000 طن كمخازن. يعني إحنا اليوم قاعدين نتكلم على كمية 360,000 طن. مخزون استراتيجي من الرز يكفي لمدة سنتين لثلاثة مليون نسمة. النوع هذا من الرز اللي قاعد نتكلم عنه مختلف الأنواع، الرز الأبيض، الرز البني، الرز اللي هو مع القشر ماله، الرز اللي هو يجي حتى يكون جاهز للاستخدام، مختلف الأنواع. طبعا داخل في مصنع للرز بشكل متكامل، وتدخل تشوف منظومة مصنع الرز، يطلع من الرايس سايلو يدش على الرايس، عندنا تاور بعدها يطلع يدش على الرايس ميل، يحصل عملية وايتنينج، يحصل عملية كلينينج، يحصل عملية باكينج. والباكينج حتى نتكلم عنه، راعينا إنه يكون مختلف الأحجام، يعني مو باكينج بس تعال 50 كيلو، لا لا لا، ابتدينا من كيلو إلى 5, 10, 50، يعني مختلف الأحجام. هذا الكلام نفسه ينطبق على خزانات الزيوت،
خزانة الزيوت احنا اليوم عندنا طاقة استيعابية تكفي خزانة الزيوت ل 120 ألف طن. الزيوت احنا من نتكلم على إدبل أويل زيوت الطعام بالإضافة إلى راعين زيوت ثانية يعني مثلا زيت فول الصويا، زيت الزيتون، زيت عباد الشمس، وبالإضافة إلى زيت الذرة. يصنف ميناء حمد الذي تقوم مجموعة كيو تيرمينالز بإدارة العمليات التشغيلية فيه من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ويعد أيضاً أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعد رافداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية أيضاً في دولة قطر. مهندس نبيل، ونحن الآن في واحدة من أهم أركان ميناء حمد، محطة الحاويات وعمليات المناولة التي نشاهدها أمامنا، وهي التي تحطم رقما قياسيا كل عام، سواء من ناحية المناولة والسرعة فيها، سواء من ناحية أن لا إصابات تحصل أثناء هذه العمليات. حدثنا عن هذا الموضوع الهام في مسألة التقييمات التي يحصل عليها ميناء حمد، هذه المحطة واحدة منها. احنا الحين حاليا في محطة الحاويات رقم 2، وهي محطة حديثة جدا. المحطة تتميز بانها اللي هي كل شيء فيها اوتوميتد، سواء عمليات التفريق والتحميل من والى السفينة. موجود 7 اس تي اس كرينز عملاقة مثل ما انت شايفها، بطاقة استيعابية 85 طن. بالإضافة إلى وجود الـ STS كرين عندنا الـ RTG اللي هي العمليات اللي تنقل الحاويات من مكان إلى مكان في محطة الحاويات. السلاسة اللي موجودة هنا في المحطة تعطي طابع الـ Efficiency اللي موجود. إحنا الحين قاعد نتكلم على Efficiency عالي جداً من وإلى السفينة، نتكلم ما يقارب وصلنا إلى قريب الـ 35، بين 33 إلى 35 حاوية في الساعة، وهو رقم عالمي، يعتبر رقم مش بسيط عشان تحققه. العمليات اللي قاعد تصير بعد من خلال عملية مناولة السفينة، كل عملية أو حركة في الكرين موجودة تولد كهرباء. هني ابتكرنا الشيء موجود، إن إحنا العملية دائما هي يصير استهلاك للكهرباء، يعني الكرين لما المعدات اللي فيه تشتغل هو قاعد يستهلك الكهرباء. العملية النزول والارتفاع لل الكرين نفسه اللي هي العمليه يسمونها السبريدر قاعد يولد كهرباء، في منظومه قاعد تولد كهرباء، المنظومه هذه اللي تولد كهرباء نستفيد منها في التشغيل. يعني بما هو معناه ان الكرين هذا اللي قاعد تشوفه حاليا، بالذات هذه الكرينات اللي هي 7 الجديده صديقه للبيئه، مو بس تستهلك كهرباء، تولد كهرباء وتستخدم الكهرباء من اللي ولدتها. نعم، المعدات حتى هذه اللي قاعد تشوفهم هذول حاليا، هذول كلهم معدات كهربائيه. الRTG معدات كهربائية. المحطة الاثنين هي تعتبر من أحدث المحطات اللي موجودة حاليا في ميناء حمد. طبعا المحطة رقم 1 بعد محطة حديثة. في وقت ما بدينا الميناء والتشغيل تمتعت المحطة بذات كفاءة عالية جدا، بس طبعا في الأخير التكنولوجيا تلعب دور. احنا كل ما مشينا في الزمن، كل ما التكنولوجيا تطلع شيء جديد، كل ما يكون في افشنسي اعلى، بيرفورمنس افضل، هذا شيء طبيعي. مهندس نبيل، كم يصل عدد الحاويات التي يتم استيعابها على هذا الرصيف؟ محطه الحاويات رقم 2 متصممه على 2.5 مليون في السنه، محطه رقم 1 بعد كذلك 2.5 مليون في السنه. يعني احنا قاعدين نتكلم على 5 مليون في السنه. اللهم لك الحمد، اكتفى ميناء حمد 10 مليون حاوية وقت زمني قليل جدا. وهذا احدى الانجازات اللي بعد تضاف الى انجازات ميناء حمد. السنة اللي فاتت كان اللي احنا وصلنا الى 1,600,000 حاوية. السنة هاي التارجت مالنا ان شاء الله بيكون اكثر من 1,600,000 حاوية. واحنا الحين في الربع الاخير احنا تقريبا احنا وصلنا الحين 1,150,000 حاوية، وباقي عندنا 3 شهور ان شاء الله راح نكسر الرقم اللي هو 1,600,000 حاويه.
المحطة فيها طاقة استيعابية مش بس 2.5 مليون، بالإضافة إلى أنها الطاقة الاستيعابية توفر خدمات يسمونها الترانسشمنت، اللي هي اللي الحاويات تجي لمحطة حاويات رقم 2، تجي لمحطة ميناء حمد، وبعدين يتم إعادة تصديرها إلى خارج الدولة. إحنا قاعدين نتكلم على السنة اللي فاتت كان تقريباً 50% من الحاويات اللي كانت موجودة في محطة الحاويات رقم 1 أو 2 تم إعادة تصديرها. يعني الترانسشيبمنت إحنا كل ما لنا قاعد كل سنة عن سنة قاعد يزيد كأرقام تضاف إلى سجل ميناء حمد. نحن قادمون لاحظنا أن وجود مساحات كبيرة جداً يضمها الميناء ولكنها فارغة اليوم. ذكرت لي بأنه كل شيء هنا مخطط على الخريطة، وأنه المستقبل أي حاجة لعملية تطوير وعمليات استيعاب أكبر أنتم جاهزون لذلك. نعم صحيح، الماستر بلان اللي تمت اعتمادها بوزارة المواصلات هي لسنة 2037. الماستر بلان كل متر موجود على أرض ميناء حمد لا وظيفة معينة، لا فانكشن معين، لا مبنى معين. بس احنا حاليا كوزارة المواصلات قاعد تدرس شنو احتياجات السوق وتواكبها بشكل دقيق جدا، بحيث ان كل مرحلة من مراحل التطوير لميناء حمد تتناسب مع احتياجات السوق والاحتياج الاقليمي اللي موجود في المنطقة. عشان كذا احنا الحين كل سنة عن سنة قاعد نطور شيء نشوف حسب احتياج السوق ولا. يعني مثلا انت لا تذكر من كم سنة كانت محطة الحاويات رقم 2 مش موجودة، اليوم موجودة. ليش؟ لأن السوق محتاج أن يكون في تطوير لمحطة الحاويات رقم 2، وهكذا في السنين القادمة إن شاء الله شوف إذا احتياج السوق شنو بناء عليها يعكس على أرض الواقع ويتم تطويره حسب الاحتياج. المهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد، نشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة وهذا اللقاء الجميل. شكرا جزيلا لكم. شكرا لتلفزيون قطر وكل العاملين الموجودين في تلفزيون قطر، وسعيدين جدا باستضافتكم، واتمنى يكون شرحنا بعض الانجازات عن ميناء حمد، لان بصراحه عشان نشرحها بشكل كامل تاخذ وقت كثير وحلقه واحده ما تكفي. سعيدين جدا بلقائكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول ايضا الى وزاره المواصلات والى كيو تيرمينالز والى مواني قطر وإلى القوات المسلحة القطرية وإلى أيضاً وزارة الداخلية الذين ساعدونا في إتمام وإنتاج هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.